ورحمه الله وبركاته. ازيكم سندات عامل ايه؟ هنكمل الدرس بتاعنا، الدرس الثالث ضرب في ايه؟ فعل. احنا خدنا المره اللي فاتت سندات ضرب في ايه؟ في 10 وضرب في 100. المره دي بس هنزيد خامل الاصل بقى ايه؟ الف. تعالى كده بس معايا في المثال اللي قدامك، زي المره اللي فاتت كنا بنضرب ايه؟ ال 10 في عدد او 100 في فعل. انا بقى المره دي هضرب الف، يبقى الالف دي ثلاثه. يعني معناها ايه؟ يعني الالف اتكررت ثلاث مرات، صح؟ ممكن اعبر عنها بعمل الجمع، فاقول ان الجمع ايه؟ ان انا من الف اتكررت ده عندي ثلاث مرات، يعني الف زائد الف زائد الف مره ثلاثه. لما اجمعهم بقى اعمل ايه؟ الاصفار هناك بينزلوا زي ما هم، بينزلوا زي ما هم، بنزل ثلاث اصفار، خلاص؟ واجمع الواحد بقى، انا واحد زائد واحد زائد ايه؟ واحد، عندي كده ايه؟ ثلاثه. لما انا اعبر عنها ايه؟ ثلاثه ايه؟ الاف، تمام؟ طب بص معايا في مثال تاني، بيقول لك هنا 1000 في 4، يعني 1000 اتكررت كام مرة؟ 4 مرات. واحنا قلنا يا ولاد إن الضرب هو تكرار لعملية الجمع، أنا قلت إن 1000 اتكررت 4 مرات، يبقى أنا هكررها هنا 4 مرات في عملية إيه؟ الجمع. أنا هكتب هنا 1000 وأكررها كمان مرة. تمام؟ وأدي التالت. وأدي كده إيه؟ أدب. خلاص؟ لما بجمعهم الاصفار بينزلوا، صح كده؟ يعني الاصفار بينزلوا على طول، بجمعهم ايه؟ صفر، في الاحياء هنا، في الاحياء هنا، في الاحياء بينزل صفر. وفي العشرات برضه صفر، هنا صفر وصفر، نفس الكلام. نفس الكلام اللي في الادويات، بعد كده اجمع الواحد ده، واحد زي واحد زي واحد زي كام؟ كام؟ اربعه. لما بجمع عدد ايه؟ اربعه في الف. هفضل كده برضه زي ما بدات بنفس الصيغه، 1000 في 4، 1000 في 5، 1000 في 6، 1000 في 7، لغايه ما نوصل 1000 في ايه؟ في 10. تمام؟ هنا بقى خد بالك في الاصفار، ان 1000 هنا صفر كام صفر؟ ثلاثه، هنزله. سنة الاصفار بتقول 1000، وال 10 ده كام صفر؟ واحد. واضرب بقى الواحد فيه واحد، لما اقراه ايه؟ 10 في الاف، 10 في الاف، تقرا ايه يا ولاد؟ زي ما انا هقولها، هقول ده ايه؟ 10 الاف. تمام كده؟ بقرا ازاي؟ ادي ايه؟ ادي 10 ايه؟ وكم ست صلاة؟ صلاة أصفار، يعني هي 10 في ألف. فهمت الموضوع ازاي؟ فهمت إن يبقى الضرب هو تكرار لعملية الإيه؟ الجمع. يعني أنا ممكن أحسبها بعملية الضرب أو الإيه؟ بالجمع. بس مين أسهل لي؟ بدل ما أقول بقى 1000 زائد 1000 زائد، لا أضرب أهو. فهمت الموضوع ده ماشي ازاي؟ بص معايا في المثال بقى، اللي فهم معايا هيطبق معايا الأمثلة دي. هنا بيقول لك 1000 في 6، يعني ايه شطار؟ يعني الالف اتكررت كام مره؟ 6 مرات، تمام؟ يبقى انا بعمل ايه في عمليه الضرب كده؟ بنزل الاصفار، بخدهم كده من بينهم، ثلاث اصفار دول الف بنزلهم، ثم اضرب الواحد في 6، لان انت فاكر لما قلت لك ان الواحد لما بيتضرب في اي عدد بينزل نفس الايه؟ العدد، صح كده؟ طب اقرا بقى كده عندك ايه؟ 6 وايه؟ الف، تمام؟ تعالى بص معايا في المثال الثاني، ايه ده يا نسمة؟ انا ما خدتش ان انا اضرب الالف على ايه؟ لا انا ثلاث اصفار بينزل، ايه المشكله في حاجه؟ بنزل اصفار وبعد كده اضرب الواحد في ايه؟ في العدد الثاني، يبقى الواحد في 45 بكام؟ بنزل 45، لما اقرا العدد 45 ايه؟ 1000. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ طيب بص معايا في المثال الثاني، حد يلعب معاك بقى بيقول لك ايه؟ اثنان في اثنان في 1000. ايه ده ثلاث اعداد؟ طب انا هعملهم ازاي؟ هضربهم ازاي؟ سهل قوي، ادمج الايه؟ الرقمين دول، هضرب اثنين في اثنين وبعد كده عندي الواحد الثالث هضربه في ايه؟ في 1000، مش كده اسهل؟ كده اسهل، ضربتهم مع بعض، ها مين يقول لي اثنين في اثنين بكام؟ احسنت يا سامح، حد بيجي باربعه، يبقى انا هضرب الاربعه في ايه؟ في ال1000، ازاي؟ بنزل الاصفار بتروح ايه؟ بتروح ال1000، بعد كده اضرب الواحد بضرب الاربعه في ايه؟ في 1000، بنزل الاربعه، اقرا فهمت كده سنة هتبدا؟ طيب بص معايا مثال تاني، أهم حاجة اقرأ المسألة وبدأ بقدر إيه؟ بيقول لك الخمسة و30 في 1000 بتساوي كام؟ وكتب لك كلمة 1000، إيه ده بقى؟ طب تعالى على جنب كده أنا هقول لك، تعالى على جنب، تعالى هنا كده بص معايا، هو بيقول لي 35 في إيه؟ في 1000، بالطبيعي إحنا بننزل إيه؟ الإصفار بتوع ال1000، صح؟ يقول لك 35 في 1 بكام؟ بينزل 35، صح كده؟ لما انا بقرا 35 ايه؟ 1000. هل انا هكتب اللي عامل كده؟ لا، هكتبها ازاي بقى؟ هكتبها كده يا سنه ثالثه، 35 1000. ليه؟ ان كلمه 1000 دي بتعوض لي بالاسكور. طب انا كتبت لك 1000 خلاص مش هكتب الاسكور، تمام كده؟ طب لو شالك 1000 مش كده؟ نزل الاسكور. يبقى اللي انا فهمت من المساله ان ال 1000 تغنينا عن كلمه عن ايه؟ عن الاسكور. فهمت الموضوع ازاي؟
استخدمت الموضوع ماشي ازاي؟ بص معايا كده بقى تصدقني اكل برضه بس قبل ما اخش الحلم معاك هنا مزايا انا عايز افكرك بحاجه فاكر من خصائص الضرب ان الضرب عمليه ليه؟ يعني ايه الكلام اللي مش فاكر في قليل؟ لما قلت لك اثنين في ثلاثه بكام؟ تقول لي كام؟ سبعه بنزل طيب لو قلت لك ثلاثه في اثنين ستة يبقى الضرب عملية تلاتة، التلاتة أنا جاتها في الآخر بعد كده جاتها في الأول، صح؟ ونفس الفكرة يبقى الضرب عملية إيه؟ جاية عملية مرنة كده يعني ممكن أكتبها هنا مرة أو هنا مرة، صح كده؟ تمام. بص بقى معايا في المثال بيقول لك سبعة في ألف تساوي ألف في مربع تساوي المتر بالفيلم. تمام. أنا قلت إن عملية الضرب عملية تلاتة، يبقى هشوف الضرب ده إيه هنا الموجود وهنا إيه؟ خلاص؟ لقيت ان الالف موجود في الطرف ده، والالف هنا موجود يبقى خلاص ده الموجود، ايه بقى اللي مش موجود؟ سبعه، سبعه حد بيقول السبعه، يبقى السبعه هو اللي مش موجود اللي هتجيبه، صح كده؟ يبقى الطرف ده سواء ايه؟ في الطرف ده، يبقى طلع كده السبعه في الالف برضه ايه؟ الطرف ده بيساوي الالف ايه؟ سبعه، طب عشان اجيب الايه؟ الالف في سبعه بعمل ايه؟ بنزل الصاد وبقول الالف واضرب انا الواحد في ايه؟ في سبعه، فهمت الموضوع ازاي؟ يبقى اضرب على كده السبعه في ايه؟ الف. بص في المثال التاني كده حد برضه ايه يزود هنا شويه. بيقول لك اثنين في اثنين في الاخر بتساوي سبع يعني ايه؟ سبع يعني الضرب لازم يساوي الضرب تمام؟ مربع في الف بيساوي ناتج انا مش عارف. طيب هعمل ايه؟ هو انا اقدر يا سنه ثالثه زي ما انا قلت لك قبل كده ادمج الايه؟ الايه؟ العددين دول صح؟ ادمجهم مع بعض. خلاص؟ اثنين في اثنين بكام؟ باربعه صح كده؟ تمام. خد بالك بقى انا عايز اعرف الطرف ايه الموجود هنا والطرف اللي هنا ايه الموجود الف موجود وانا الف ايه موجوده هنا مش موجود بس انا في سنين تمام وانا جبتها بكام؟ باربعه يبقى انا هحط الاربعه يبقى انا ممكن يا اولاد ادمج الرقمين دول واحطهم في مربع واحد موجود فاهم ازاي؟ تمام اضرب بقى الاربعه في ايه؟ فعلا ها بنزل ايه السكور باخدهم من الايام كده واحطهم في الايه؟ في النتج عندي، بعد كده اضرب الاربعه في واحد، يبقى اذا ان الاثنين في اثنين في الف بتساوي اربعه في الف، تمام كده؟ طيب بص معايا مثال كده بقى بحب بقى ايه؟ صعب عليك شويه بس مش لازم اصعب عليك ان شاء الله. هنا بيقول لك مربع في الف بيساوي الف في برضه مربع مش جايب لك العدد؟ بيساوي النتج كام؟ 9000. طب ما تيجي نحلها سنه ثالثه من الاخر. طب تعالى هنا 9000 النتج اللي عندي ده هي السكور دول بتوع ايه؟ بتوع الالف ده؟ صح؟ خلاص هي كده مش شايف السكور، خلاص انا عارف ان السكور دول بتوع الالف. طيب ايه هو العدد اللي اتضرب في واحد يديلك تسعه؟ ايه هو العدد اللي اتضرب في واحد يديلك رقم تسعه؟ انا سامع حد من البيضه قدام حافظ ان الواحد في تسعه بكام؟ بتسعه، لما بقى هو بقى هنا الف في تسعه تساوي ايه؟ تسعه في ايه؟ الف، فاهم ده؟ طيب هجيب المربع ده ازاي؟ قلت من الضرب عمليه التانية اللي هي العدد الموجود في الألف، من الموجود في الطرف التاني طيب هنا هنا اللي مش موجود ايه؟ التسعة صح؟ اللي موجود يبقى انا هنزل صح كده؟ عند الموضوع عمليه الضرب عمليه ايه؟ التانية يبقى التسعة في الألف تساوي الألف في ايه؟ في تسعة تساوي الناتج عندي 9000. طيب تعالى نذكر مع بعض بقى يا ولاد ان اصلا المادة الرياضيات يا ولاد مرتبطة ببعض تمام كده؟ تعالى نفتكر مع بعض أنا كيلو متر يساوي إيه؟ 1000 متر. طيب يعني أنا عايز هو طالب منك بقى إيه؟ 25 كيلو متر يساوي كام متر؟ يعني هو عايز يحول لك من كيلو متر لإيه؟ للمتر. وأنا حاطط إن الكيلو متر بيساوي كام متر؟ 1000 متر. يبقى أنا هضرب في إيه؟ في 1000. أنا هقول 25 في إيه؟ في 1000. في 1000 إحنا بنستخدم بقى في إدارة الضرب في 1000. ها بننزل إيه؟ بننزل السكور. بعد كده اضرب 25 في واحد في الشباب ايوه صح كده احسن لما اطلع على العرب اقول ايه 25 ايه؟ 1000 فاهم كده؟ يبقى انا حولت 25 كيلو متر لايه؟ لايه؟ للمتر تمام؟ يبقى طبعا في 25 ايه؟ 1000 متر 25000 متر تمام كده؟ بص معايا مثال ده فاكر لما قلت لك الكيلو جرام بيساوي كام؟ 1000 جرام كيلو متر بيساوي ايه؟ 1000 جرام يبقى الوحده الكبيره دي بيساوي ايه؟ 1000 جرام انا عايز احول بقى الوحده الكبيره دي لوحده ايه؟ صغيره انا كنت بيساوي لك ايه؟ 3 كيلو جرام بيساوي كام؟ جرام هحولها ازاي؟ فاضل في ايه؟ في 1000 ده انا هقول سلاسه في 1000 شطار لما اجي اعمل اضرب هعمل ايه؟ هنزل السكور بدون
مرحة واضرب ثلاثة ايه واحد اطلع ثلاثة اقل عرض ايه ثلاثة الف ها جرام ثلاثة الف ايه ثلاثة الف ايه جرام. هل تكلم مرة ازاي؟